لكن بكره كمان بقى بكره اهلاوي او هاشتاج بكره اهلاوي يمكن بكره مختص شويه باعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. بكره اهلاوي طالما انت يا اهلاوي بجد طبعا وده ما فيش خلاف على كده وبيهمك مصلحه النادي وده ما فيش خلاف على كده اكيد اكيد يبقى لازم تكون موجود بكره ان شاء الله الرحمن في مقر النادي الاهلي في الجزيره. هاشتاج بكره اهلاوي خاص بكره ان شاء الله الرحمن بكره بس باعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، لكن هو في العموم طبعا خاص لكل جماهير النادي الاهلي اعضاء الجمعيه العموميه او غير اعضاء الجمعيه العموميه.